إذن هذا أيضا أسلوب جديد في تقديم معلومات مهمة مثل هاي، أكيد لها متتبعين كثار، اللي هي معلومات تخص الطقس والأرصاد الجوية، ومن خلال هذه القناة اليوتيوبية إن صح التعبير. نعم. يمكن في كثير من الناس دائما يسألون عن القنوات إنه شو صار في الجو، خبرونا عن الجو، فهذه راح تكون المنفذ لهم لمعرفة أحوال الطقس. فاصل ولا نعوده؟ حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، وطبعا حلقتنا اليوم محمد مميزة بفقراتها وضيوفها اللي لهم بصمة كل في مجاله، والحين اخترنا لمشاهدينا أن نتكلم عن بصمة مختلفة في هذه الحلقة، ضيف له إبداع في مجاله في فقرة يا هلا. طبعا ضيفنا في هذه الفقرة ترك التحليق في الجو وحلق في مجال آخر وأبدع فيه، بالرغم من إبداعه أيضا في المجال الجوي في السابق. نحن راح نتكلم عن المجال الجوي قليلا، وأيضا التحاقه بالمجالات الأخرى اللي التحق وأبدع فيها طبعا، وهي من الأحلام اللي لازمت منذ الصغر، وكان يصر دائما على تحقيق هذا الحلم في الدخول إلى عالم التجارة، وتحديدا الدخول في صناعة العطور اللي تختلف بمذاقاتها ونكهاتها وأيضا روائحها. طبعا ضيفنا هو شاب إماراتي طموح، لازم الإبداع ولازمه الإبداع في جميع أعماله. نرحب معكم مشاهدينا بضيفنا اليوم الشاب الإماراتي محمد هلال. حياك الله أخوي محمد. الله يحييك يا أخوي. الله يسلمك. بداية نتكلم عن التغيير من مجال الجو وأيضا دخولك في مجال آخر، النقلة النوعية هذه اللي صارت. طبعا هاي النقلة النوعية صارت بسبب، دائما أنت تدري ندرس شيء ونكتشف أن عندنا طموحات مختلفة. نعم. فهاي النقلة صارت بسبب بسيط، هو البحث عن داخلك وخارجك اللي والمك في آخر المسار. فالنقلة صارت هي عبارة عن البحث عن النفس. نعم. فتبحث عن نفسك في قدراتك وطموحاتك وميولك، وتبحث عن الخارج باحتياجاته وبحاجات اللي نحن ممكن نساهم فيها. فالنقلة صارت مثل ما قلنا مرحلة، يعني معرفة الذات ومعرفة شو أنت تقدر تعطي لهذا العالم. يعني بمعنى أنك أنت هل مارست لفترة يعني ما درسته وبعدين توقفت، ولا توقفت عند حدود الدراسة واكتشفت أنه لا لك أيضا ميول في مجالات أخرى؟ والله الدراسة ما نتوقف عنها، سواء بدراسة حد وضعها لنا، يعني وضعت لنا عشان ندرسها، أو برغبة نحن كل يوم نقرأ ونستكشف أشياء أكيد. كثيرة عساس نحن نتعلم لنوصل إلى طموح معين. بس نقدر نحن أن نبدع في أكثر عن مجال طبعاً. هل هذا الشيء سهل؟ طبعا هذا محتاج إيمان بالقدرات. أوكي. يعني فأنت قلتي سهل، سهل يبدأ بالإيمان بعدين بالإدراك. أول شيء تؤمن أن أنت تقدر يعني تنجز أي شيء تبغي، عقب تدرك حاجات هذا الشيء عساس تنجز. نعم. فنحن نؤمن بني، أنا مثلا أؤمن أني أنا إذا أبغي أسوي شيء بفضل من الله أقدر أسويه. أكيد. عقب أبحث فيه، بحثي فيه وموهبتي، ممكن أكون موهوب يمكن ما أكون موهوب. نعم. يعني أنت ممكن تبحث في نفس الشيء أنت تتعداني. نعم. ولكن أنا أبحث واستمر واستمر، عقب أتعداك في بذل الجهد. صحيح. فمحتاج إيمان وإدراك، إدراك موهبة وقدرات وعلم المجال هذا إن شاء الله. الآن من الجو ننتقل الآن إلى الوضع الحالي. تكلمنا أخي محمد عن النظرة السريعة عن المجال أو مجال الأعمال اللي تعمل بها حاليا. طبعا أساس بعد اكتشاف الذات ومعرفة الشخص شو طموحه وميوله، يكتشف شو هو أصلا قادر ومستمتع أنه يسوي. فاللي عرفته أنا أحب أطور، يعني في مجالات كثيرة ولي دور. أنا أمن أن دوري أنا أني أنا اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت أفضل بنية تحتية، ولكن ما في عندنا اللايف ستايل أو الحياة اللي هي مثلا بالعربي هي اللايف ستايل، نمط طريقة نمط الحياة. ما في حد اشتغل أني أعبر عنه، وهذا دور المواطن مش دور الحكومة. فنحن من رسائلنا ولا من طموحاتنا أن نحن نملأ هذا الفراغ،
أن نكون الحياة الإماراتية، سواء من تبدأ من العطر والمأكل والملبس والمشرب، هاي الأمور كلها نحن إن شاء الله خلال فترة بسيطة بنكون مغطينها. يعني نحن في مجال عطور، دخلنا في مجال المطاعم، قريبا بنكون في مجال اللكجري اللي هو الشنط والإكسسوارات والأشياء، مجال الشوكولات قريبا. خلال السنة الجاية بيكون عندنا مجالات كثيرة إن شاء الله أن نقلل هاي المسافة بين أفضل بنية تحتية وبين الحياة المعيشية اللي نعيشها. أساس يوم يجينا الأجنبي يشوف كم نحن عندنا تفاصيل وعندنا أحاسيس في حياتنا، مش مثل ما أخذين عندنا فكرة عندنا بترول وكل شيء بروح استوى، لا نحن اجتهدنا وسوينا ودرسنا كثير أساس نوصل لهذه المواصيل. في نقطة مهمة اللي هي نقطة العطور. طبعا لا يخفى على الجميع أن نحن أيضا في تراثنا الإماراتي موجود هذا هذا الشيء، حتى يعني أمهاتنا الله يحفظهم يخلطون أرواحهم. لكن أنا بعرف أنت اتجاهك في هذا المجال شو، هل معتمد على التراث ولا أيضا هناك استحداث أيضا لنوع آخر من العطور؟ في نظري أنا أي منتج، بتكلم لك عن العطر لكن بتكلم لك على بعد شيء مهم، أنا في نظري المنتج رسالة وطريقة تواصل. أذكر سمو الشيخ محمد بن زايد قال يعني بناء الوطن دور كل مواطن وليس الحكومة فقط. فنحن يعني في الشركة عندنا نفكر أن هذا دورنا من خلال هذه الرسائل اللي هي المنتجات. فأنا في نظري المنتج هذا مالي عبارة عن رسالة توصل فكر طموح رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. فيوم نفكر في أن نحن ننتج منتج، نعم ننظر للتراث، نعم ننظر للتاريخ، ننظر لأحاسيسنا، شعورنا، طموحنا، توجهاتنا، رأيتنا، ويعني ونحورها بشكل أن نقدر نوصل هذا الفكر خلال هذا المنتج. أنا أقول عن العطر هي فكرة تنتهي بإحساس، الإحساس اللي يعيش الشخص اللي يستخدمه. من بين هذه الإنتاجات اللي ذكرتها أخي محمد، العطور، الأكل، وأيضا الشنط والحلويات وغيرها، وين حصلت نفسك أكثر شيء؟ وين تقدر تعطي وتبدع في أي واحد من هذه؟ والله أنا مو بشخص عندي مهارات يدوية، أنا عندي الحمد لله فضل من الله أتوقع اللي أنا أشوفها مهارات فكرية، عشان شي أقول بنسوي جيم حق المخ، يعني واحد يصير جيم يسوي. فاللي أستمتع فيه هو أني أنا أقدر أعطي الناس فكر يرتقون بمهاراتهم اليدوية، يعني المصمم يسوي، اللي يسوي الشوكولات أقول لا خلي نقول، يعني دائما ممكن أقول أقدر ميولي أني ألهم الإنسان أني يتعدى حدوده وأعطيه أراوي اللي ممكن يقول نحن ما عندنا صندوق فرينا زين. فأقول لك يعني كل واحد أجيب الناس اللي أنا أثق في قدراتهم وأخليهم يسوون شيء إضافة على الموجود وتعطيه ثقة أنه ممكن يوصل ويجرب ويسوي. يعني سبحان الله منتجاتكم موجودة في السوق في الخليج؟ نعم، وعندنا طلبات في من كل العالم، بس نحن نأمن بشيء، نحن العالم كله يقول من هاي البلاد إلى العالم، نحن طموحنا من العالم إن شاء الله لهاي البلاد. طبعا شاكرين لك وجودك معنا في روح الاتحاد وعلى هذه التجربة الملهمة، وأيضا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. أستاذ محمد هلال طبعا شاب إماراتي طموح، رجل أعمال، ومثل ما شفتوا قدم لنا هذه التجربة الجميلة. نعم، يعطيك العافية أخي محمد، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في الأعمال الحالية والقادمة. الله يوفقك. شكرا. إن شاء الله. شكرا. إذن بهذه الفقرة وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من روح الاتحاد، إن شاء الله نلقاكم غدا في حلقة متجددة وضيوف وفقرات مختلفة. إلى اللقاء. إلى ذلك الحين هذه أرق تحياتي. إلى اللقاء.